بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نتكلم هي نقطتين اساسيتين بالنسبه لاحتياجات هذا الشباب، اللي هي طبعا النقطه الاولى هي موضوع الصرف الصحي. طبعا في مواجهين مشكله في النادي بشكل يومي وازعاج، ونتمنى من الجهات الرسميه ان هذا الموضوع اساسا ينحل في اسرع وقت ممكن. عندك النقطه الثانيه اللي هي الاشاره الضوئيه اللي خلعت الأرباط، صار هاي إشارة رئيسي طبعا بالنسبة للشارع، أساس احتياجي إلى إشارة ضوئية عن الازدحام عن الحوادث. إن شاء الله من الجهات الرسمية أن تبادر لنا بهذه النقطة، ويكون لنا مشكورين وما يقصرون.